السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف 3 مواقع هيساعدوك ان انت تعمل قصة احترافية. طبعا انت ممكن تروح لشات جي بي تي او جوجل بارد او تروح اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، وخطوة خطوة تبدأ تمشي وراه لحد ما يعمل لك قصة. لكن المواقع دي بتبقى متخصصة، يعني المواقع دي اصلا بتستعين بمواقع زي بينج او شات جي بي تي او جوجل بارد في الخلفية من خلال الاي بي اي، لكن هو بيخصص اي كلمه تكتبها ان هو هيركز على موضوع ان هو يعملها على ايه، قصه. تمام. وفي ناس كتير استعانت فعلا بالادوات دي وبقت من اكتر الكتب مبيعا في الامازون او خدت جوائز او ماشي. طيب بس هي الفكره كلها ان انت لازم انت تبدع، يعني الذكاء الصناعي ما عندوش قدره الابداع، انت بقى تبدا تمشي معاه خطوه خطوه، تقول له عايز العناصر الرئيسيه للقصه، طب حط لي كذا، طب اعمل لي كذا، تدقق معاه، تشتغل معاه، يعني هو واحد صاحبك بتتعاونوا مع بعض. في الآخر هتقدروا تعملوا ستوري، قصة جميلة ولطيفة كل حاجة. تمام؟ لكن لازم أنت ما تخش حاجة كوبي بيست من غير ما تقراها، لأن لو في أي مشكلة أنت المسؤول عنها. ده أول واحد اللي هو سب تكست، بتبدأ تتكلم معاه وتبدأ إن أنت تقول له مثلا اعمل لي العناصر الرئيسية للقصة، طب إيه الشخصيات، تبدأ أنت وهو تحط وصف للشخصيات. لان هو ما يقدرش يعمل قصه تاخد جايزه نوبل او تاخد جوائز، لكن مع التعاون مع بعض تقدروا تعملوا قصه كويسه. انت مثلا مطلوب منك قصه بس ما عندكش افكار، تقول له طب انا عايز شويه افكار كده، عايز قصه تكون هادفه، عايز قصه تكون مفيده، وتبداوا تخترعوا القصه وتبداوا تحطوا العناصر الرئيسيه. طيب في برضو موقع تالت اهوت، هحط لكم الرابط اسفل الفيديو. تبدا تحط الخطوه العامه، القصه العامه، وبعد كده طب احنا عايزين نحط شخصيات، طب احنا عايزين نحط الاحداث، نبدا نطور في القصه، طب احنا عايزين نغير مسار الاحداث، طب انا عايز قصه بوليسيه، وهكذا. اتمنى ال3 مواقع دول يعجبكم، لو جربتهم يا ريت تقولوا لنا افضل موقع عجبكم ايه.